الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ويلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. خلال افتتاح المؤتمر الوطني للعلماء وخبراء مصر في الخارج، إسماعيل يؤكد سعي الحكومة لتعظيم إسهامات العلماء في المشروعات العظمى والكبرى. شيخ الأزهر يقدم العزاء للبابا تودروس الثاني في شهداء الكنيسة البطرسية، ووزير الدفاع ورئيس الأركان يزوران مصابي الحادث. وزراء الخارجية العرب يجتمعون الاثنين المقبل لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وتجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والمعارضة في مدينة حلب. من مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودورها في تمويل المشروعات التنموية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب أورو، حيث استعرض معه المشروعات القومية في مصر، ومنها مشروع التنمية بقناة السويس وجهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية وتقديمها المزيد من الدعم للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل حرصه على إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين بصحة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، وذلك بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أشاد الرئيس السيسي بدور الوكالة في نشر وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة في إطار التحول العالمي للجوء إلى مصادر طاقة مستدامة. وأشار الرئيس إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال والتي انعكست في إرساء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرية ليبلغ 22% بحلول عام 2022، وكذا إقرار تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بما يشجع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع. وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. برحب بك دكتور هشام بداية. مساء الخير. تحياتي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا دكتور هشام. نبتدئ من الموضوع الذي ذكرناه في بداية أخبارنا، وطبعا اللقاء الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المؤسسة الدولية ورئيسها السيد فيليب أورو، وطبعا تحدث في العديد من الموضوعات التي تهم الجانب المصري وتطلع المزيد من التعاون بين الجانبين، وبالتحديد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما دائما يؤكد عليه الرئيس، نقطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خلينا نكتب إعلان والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اللي هي الذراع الاستثماري للبنك الدولي مستمر على مدار السنوات الماضية، ليس فقط في مجال منح التمويل لكن أيضا أكثر أهمية هو المشاركة في عدد من المشروعات، وأيضا تقديم عدد من الدراسات الفنية لعدد من المشروعات. وبالتالي الجزء الأكثر أهمية مش بس مجرد تقديم التمويل، لكن دخول مؤسسة دولية لها تاريخ طويل في إقامة المشروعات بتقديم مزيد من الرؤى والدراسات الفنية، بالتأكيد أمر بيكون هام للغاية بالنسبة للحكومة المصرية. بالتأكيد أيضا مسألة مساهمة البنك الدولي بعدد من المشروعات وزراعه الاستثماري مؤسسة التمويل الدولية، بالتأكيد دي رسالة طيبة عن أنه المؤسسات التمويل الدولية ما زالت حريصة على مساندة الاقتصاد المصري، خاصة بعد إخراج صندوق النقد الدولي لبرنامج الصحة الاقتصادي. بالتالي رسالة بتكون هامة تصل لكافة المستثمرين على مستوى العالم أنه مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي من شأن تقديمها مزيد من التمويل والدخول في عدد من المشروعات، لا سيما في البنية الأساسية، وعلى وجه التحديد تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بالتأكيد القاعدة الأساسية التي يمكن أن يبنى عليها الاستثمار في مصر. أتصور أن دي مسألة هامة للغاية، رسالة مهمة تصل للمستثمرين على مستوى العالم. أتصور أنه مزيد من التوثيق والتعاون مع مؤسسات
التمويل الدولية أمر هام للغاية خلال الفترة القادمة. طيب دكتور هشام، الموضوع الآخر الذي نتحدث بصدده هو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عدنان أمين عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. بالطبع موضوع الطاقة المتجددة من الموضوعات الحيوية للغاية، ومصر تستهدف طبعا بحلول عام 2022 يعني الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الجديدة والمتجددة. ماذا نحن فاعلون في هذا المجال، وأين نقف بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة من حجم الشبكة القومية المصرية؟ هو مثل ما أشرت حضرتك أنه الخطة المصرية تنويع مصادر الطاقة والدخول بقوة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي بالمناسبة الطاقة النظيفة. فأتصور أنه المزيد من التواصل مع عدد من الدول اللي بيقوم السيد الرئيس في معظم الوزارات الخارجية بالحديث حول هذا الموضوع، سواء كان الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ومحاولة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وبالتأكيد مزيد من تنسيق وطرح الدول المصرية في هذا الشأن على وكالة الطاقة. أتصور أنه أمر للغاية، أتصور خلال الفترة القادمة يكون في مزيد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما أنه مجلس الوزراء أقاد تعريفة لمثل هذه المشروعات، وبالتالي من شأن دخولها أن يحقق مزيد من الأرباح للمستثمرين، وبالتالي أتصور خلال الفترة القادمة يكون في المزيد من ضخ الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالشكل اللي يحقق استراتيجية تنويع الطاقة اللي معتمدة من قبل الحكومة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وتطلعها لتطوير التعاون معهم في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك لمواجهته وتفعيلها. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس بمبعوث الرئيس السنغالي سرينج أبامي، حيث أشاد الرئيس باهتمام منتدى دكار للأمن والسلم في أفريقيا بمكافحة الإرهاب. ومن جانبه سلم المبعوث السنغالي رسالة من رئيس السنغال إلى الرئيس السيسي، وتتضمن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة على كافة المستويات وتعزيز التعاون الإقليمي. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير خارجية جمهورية التشاد موسى محمد، كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تنمية العمل الإفريقي المشترك من أجل تدشين مشروعات في مجال البنية التحتية وكذلك المواصلات بما يسهم في دفع عملية التنمية بالقارة الإفريقية. ومن جهته سلم الوزير التشادي الرئيس السيسي رسالتين من رئيس بلاده، أولهما تتعلق بتضامن التشاد مع مصر في موجة الإرهاب ومواجهته للتطرف أيضا، وثانيها عن الحرص على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر في عدد من المجالات. وقد أكد الوزير التشادي تقدير بلاده الكبير الذي توليه للأزهر الشريف ودوره الهام في التعريف بصحيح الدين الحنيف. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره التشادي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تناول اللقاء كذلك ترشيح وزير خارجية تشاد لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال قمة الاتحاد الإفريقي في يناير من عام 2017، وتطلع تشاد للحصول على الدعم المصري في هذا الشأن. كما تناول اللقاء بين الوزيرين الوضع في ليبيا والدور المهم الذي تلعبه آلية دول الجوار في حل الأزمة الليبية. استهل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلمته في المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج بالوقوف دقيقة انحداد على شهداء الحادث الإرهابي والذي استهدف الكنيسة البطرسية الأحد الماضي. وخلال افتتاح المؤتمر المنعقد في الغردقة أكد إسماعيل أن مصر تسعى لتعظيم إسهامات العلماء في المشروعات الكبرى، خصوصا مشروع تنمية محور قناة السويس. بمشاركة كوكبة من علماء مصر الأجلاء، افتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل فعاليات المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج، وذلك تحت شعار مصر تستطيع، برعاية الرئيس السيسي والذي تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين. وصعد 32 عالما من علماء وخبراء مصر في الخارج إلى المنصة الرئيسية للمؤتمر، وجلسوا في صفين تكريما لهم واعترافا بدورهم في تنمية مصر خلال الفترة المقبلة وتقدير لإنجازاتهم على المستوى الدولي، فيما حضر في الصف الأول رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدي يعقوب ضيوف شرف المؤتمر.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أكد رئيس الوزراء أن تلبية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لنداء المشاركة في المؤتمر سيوفر زخما قويا لآليات البناء التي تدور رخاها بشكل مستمر رغم الصعوبات الجمة ابتغاء لمصلحة الوطن، مشيدا بتفاهم الشعب المصري للتحديات الحالية. طلابنا المتفوقين الذين أسعد بتواجدهم معنا في هذا المؤتمر، ويقينا فإن مشاركتكم الكريمة وتلبيتكم للنداء الوطني فور تلقيه لهي موضع فخر واعتزاز منا جميعا، ومن شأنها أن تولد زخما من علمكم وجهدكم وخبراتكم المتميزة في آليات البناء والتحديث التي تدور رحاها ليلا ونهارا بأرضنا الطيبة دون هوادث أو كلل أو ملل. وأوضح رئيس الوزراء أن المؤتمر الحالي يحمل رسالة للجميع مفادها أن المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود لإرساء سياسات ناجحة واقتراح حلول فعالة لمشكلات متراكمة منذ عقود. تعلمون جميعا أن مصر تمتلك إمكانيات واعدة حضاريا وتاريخيا وجغرافيا، وتعتز كثيرا بقاعدتها البشرية المتميزة، فالشباب هو قوامها الرئيسي، وخبرات أفرادها ومؤسساتها بالغة العراقة والكفاءة، فضلا عن علاقات إقليمية ودولية طيبة تعزز أمال السلام وثقافة التعاون الدولي، وتواجه أخطار العنف والإرهاب بلا هوادة. ويعد المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر في الخارج مصر تستطيع هو الأول من نوعه للاستفادة من عقول مصر المهاجرة في وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية ودعمها بالأبحاث الدقيقة وربط القدرات العلمية للمصريين في الخارج بشباب الداخل لخلق جيل جديد يعتمد الأساليب العلمية في البحث والتفكير. ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 عالما مصريا من عباقرة العقول المصرية المهاجرة في المجالات الدقيقة والمتميزة في أول تواصل حقيقي بينهم وبين وطنهم الأم مصر بتقديم أوراق بحثية هامة تكون نواة لتعميمها في المشروعات القومية العملاقة بجميع أنحاء الجمهورية لتدعيم رؤية مصر الشاملة عام 2030. وعقب افتتاحه للمؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمجموعة من مستثمري محافظة البحر الأحمر. وأكد إسماعيل أن اللقاء يأتي بدافع الحرص على تحقيق التواصل الفعلي مع المستثمرين في مختلف القطاعات لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتبادل الأفكار والرؤى حول سبل دفع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التأكيد الدائم على أهمية عقد لقاءات دورية بين المحافظين والمستثمرين بمحافظاتهم. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة رئيس مركز المعلومات، وتضم رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة وممثلين عن كافة الوزارات والمحافظات، على أن تعقد اللجنة اجتماعين دوريين بصفة سنوية. وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث ودعم التعاون بين الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والتنمية ورفع الوعي المجتمعي للتعامل مع الأزمات. وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية من ثلثي الأعضاء بشكل نهائي على مشروع قانون بتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي تضمن 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. كما وافق المجلس بصفة مبدئية على مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، وذلك عقب الاستماع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون. نفى دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ما تردد حول تعديل النص الخاص بمدة رئيس الجمهورية الواردة في الدستور المصري. يأتي ذلك بينما أحال رئيس مجلس النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب إلى لجنتي الشؤون الدستورية والأمن القومية، كما أحال تعديل قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي. معنا لمزيد من المتابعة عبر الهاتف الأستاذ محمد غريب نائب رئيس القسم السياسي بالمصر اليوم والمحرر البرلماني. أستاذ محمد، اليوم وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، أهم البنود التي ورد بها بهذا المشروع؟
أهلا بحضرتك. هو القانون تم الموافقة عليه نهائي صباح اليوم في الجلسة الصباحية، وهو معني بيه تنظيم المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وحاطط فيها شروط حوالين فكرة كيفية التشكيل وأسس ترشيح الأعضاء ومجلس إدارة هذه الهيئات وتبعياتها وتقلياتها المالية. وكان هناك خلاف حوالين في بداية الجلسة أمس حوالين فكرة هل نطرح قانون موحد ولا نطرح قانون لكل هيئة. فحسم الأمر أن النص الدستوري قال أن يكون هناك هيئة مستقلة، فبالتالي يجب أن يكون لها قانون خاص ثم تقوم كل هيئة بوضع القانون اللي بينظم عملها بعد كده. القانون اللي صدر امبارح هو قانون بينظم تشكيل الهيئة وإنشائها وبيحدد أهدافها وطريقة عملها، ثم بعد كده ما شغلها بالتفصيل بيتحددوا قانون بتضعه الهيئة، وإذا لم تضعه في خلال شهر من إنشائها هيكون المجلس يقوم بإصدار قانون الخاص بالهيئة من نفسه مدام الهيئة تأخرت. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد غريب نائب رئيس القسم السياسي بالمصري اليوم. قدم شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب التعازي إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية الأحد الماضي. وفور وصوله إلى القاهرة قادما من أبوظبي بعد زيارة استمرت 4 أيام، توجه شيخ الأزهر إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التعازي إلى البابا تودروس في ضحايا العمل الإرهابي. وقال شيخ الأزهر إن هذا الحادث الإرهابي أصاب قلب كل مصري وعربي، مضيفا أن وحدة المصريين هي التي كانت مستهدفة جراء هذا الحادث البربري. وجدد شيخ الأزهر الدعوة للمصريين لتفويت الفرصة على المجرمين الذين يريدون التفرقة بينهم. الشعب المصري، وهذه هي التي كانت مستهدفة بهذا الحادث البشع البربري. فلا زلت يعني أكرر وأدعو شعبنا المصري بمسلميه ومسيحيه أن يفوتوا الفرصة على هؤلاء المجرمين ومن وراءهم سواء كان من الداخل أو من الخارج، ويلقنوهم الدرس الصحيح أن هذا الحادث لن يزيد الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه إلا إصرارا وإلا قوة وإلا تلاحما، وأن نسيج المصري لا يمكن، هو كما هو منذ 1400 عام، هو نسيج السلام، نسيج المحبة، نسيج الأخوة، نسيج المواطنة، وأن يعني ما حدث هو يعني ثمن، صحيح ثمن فادح، ولكن نحن في حالة حرب ولا توجد حرب بلا خسارة. وأؤكد لأخوتي الأقباط والمسيحيين بشكل عام أن المصاب ليس مصابهم وحدهم، وإنما مصابنا نحن المسلمين معهم. وبدوره قال قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن العلاقات التي تكونت بين المصريين عبر القرون الطويلة لا يؤثر بها حادث أو موقف. وأضاف قداسة البابا أن المسيحيين والمسلمين يعيشون على أرض مصر في محبة وأخوة. نعيش على أرض مصر في محبة وفي أخوة، ونحاول أن يكون مجتمعنا كله نقي، ونقي في الفكر، ونقي في السلوك وفي التصرفات. وما تعودنا عليه في مصر ووجودنا حوالين نهر النيل اللي بيعتبر هو أب لكل المصريين ونعيش حوله، بيعلمنا دائما الاعتدالية والوسطية، وبيعلمنا إزاي نقبل الآخر وإزاي نحب الآخر، وكيف نكون أمام المواقف والمحن نعيش في صبر ونتحمل الشدائد من أجل أن تعيش مصر. والمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر هاتف الشيخ عبد الغني الهندي مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. برحب بك فضيلتك.
وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فضيله الشيخ. يعني عند وصول مباشره دكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف من المؤتمر الذي كان يتواجد به في ابو ظبي، عاد مباشره الى الكاتدرائيه حتى يقدم واجب العزاء في الاخوه المسيحيين. هذا يدل بالطبع على انهم شركاء الوطن، وبالطبع كان لابد من تقديم واجب العزاء مباشره، دلاله هذا الموقف فضيله الشيخ؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان العلاقه بين المؤسسات، لان هذا الهدف او هذا الحدث كان له سببين رئيسيين وهدفين رئيسيين. الهدف الاولاني انه كان يستهدف كل المصريين، لانه لم يكن يستهدف في هذه المره في الحقيقه القضايا التي تتعلق بالفتنه الطائفيه وغيرها، لان قبلها بيوم كان في المسجد، وقبلها ثلاث اسابيع كان في شخصيه زي الشيخ علي جمعه عضو هيئة كبار العلماء، لكن هذه المرة كان المقصود إحداث فتنة بين مؤسسات الدولة بعضها وبعض، وإحداث إرباك اقتصادي للدولة التي تعاني أساسا من هذه الحالة الاقتصادية. لذلك كما قال فضيلة الإمام، وكما قال قداسة البابا، وكما قال حتى السيد الرئيس، أننا في حالة استهداف للدولة الوطنية المصرية. الذي كان مستهدفا هو الدولة الوطنية المصرية. وأنا يمكن أضيف كمان أن فضيلة الإمام لم يتمكن من قطع زيارته، هو كمان كان يتمنى أن يقطع زيارته ويأتي للمشاركة حتى في الجنازة، ولكن هو لعدم الاستطاعة في ذلك. لذلك كان أول شيء أنه قبل أن يصل ندد مباشرة يعني في من أبو ظبي بما حدث من مجريات داخل مصر. طيب فضيلتك، وفي عجالة، يعني نحن نتحدث دائما عن هذه المواقف دائما ما تقوي العلاقات ما بين المسلمين والمسيحيين باعتبارهم جميعا مصريين يعيشون تحت وطن واحد، وأنها تأتي بنتائج عكسية دائما عكس ما يتوقع ويخيل لهؤلاء المجرمين. يعني كيف نقيم هذا الموضوع على وجه التحديد، وكيف هذه المواقف بالطبع تخلق نوع من الترابط ما بين الطرفين؟ بس لا زال التاريخ المصري يتذكر الموقف أن محامي الأزهر الشريف كان مكرم باشا عبيد، وكان محامي قبطيا، ولا زال التاريخ المصري يتذكر أن الشيخ الديجوي عليه رحمة الله هو الذي طالب بثورة ضد الباب العالي لو أن الأقباط خرجوا من مصر. لذلك فهذه المواقف هي مواقف تاريخية تؤكد على وحدة هذا الشعب، وتؤكد على تماسك هذا الشعب. ومؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية هم ركنان أساسيان في بناء الدولة المصرية. لذلك فكرة التأكيد على أنه لا يوجد في الحقيقة عنصرين الذين تم استهدافهم، الرسالة واضحة، مجموعة من المصريين، مجموعة من المصريين، مواطنين مصريين، والذي تم استهدافه هو مسجد ليست كنيسة، هو دور عبادة تتوحد، سواء كان هو مسجد، سواء كان هو دير، سواء كان هو مسجد، الذي تم استهدافه هو دور عبادة، وهذا ليس له علاقة في الحقيقة لا بالأديان، وليس له علاقة لا حتى بالإنسانية، ولكن له علاقة بمجموعة من التنظيمات القذرة التي تود أن تهدم الدول المستقرة، ولكن هيهات من هذه الأماني الذين يدعون زورا وبهتانا انتسابهم للإسلام والإسلام. والقرآن عندما وصف هذه الدولة وصفها بأنها بلد آمنة، قال سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام آمنين. لذلك فهي قضية إيمانية، قضية أمن هذه البلد قبل أن تكون قضية مؤسسات، أيضا هي قضية تتعلق بحفظ المولى سبحانه وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يستمر هذا الحفظ، وأن يستمر هذا الأمان، ليس لبلدنا فقط، ولكن لبلادنا ولكل البلاد، بل ولكل العالم، لأننا جميعا شركاء في هذه الإنسانية. بشكر فضيلتك الشيخ عبد الغني الهندي، مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك. جدد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعمه للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية في مواجهة الإرهاب الأسود حتى استئصاله من جذوره. وقد تقدم المجلس في بيانه الختامي اليوم عقب انتهاء الاجتماع الدوري التاسع للمجلس في أبو ظبي بخالص التعازي إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا التفجير الإرهابي والذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من رجال الشرطة المصرية في محيط مسجد السلام بشارع الهرم. وقد شدد المجلس الحكماء على أن تعليم الإسلام الحنيف والسامحة وجميع الأديان السماوية ترفض بشدة هذه الأعمال الإجرائية والإجرامية الجبانة، مؤكدا على تضامنه الكامل مع أهالي وأسر ضحايا هذه الأحداث الإرهابية.
كشفت تحرياته قضية استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية التي تضم 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات أن المتهمين يعتنقون الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة. وقد استعرض النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق آخر ما توصلت عليه تحقيقات النيابة العامة والتي قررت حبس جميع المتهمين لمدة 15 يوما احتياطيا. وقد أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها على الانضمام إلى جماعة أسست خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على حرية شخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الذي كشفت التحقيقات والتحريات عن اشتراكهم في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام. أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد، وأن قوى الشر والإرهاب لن تنال من عزيمة المصريين وإصرارهم على المضي نحو البناء والاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة. جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي لمصاب الحادث الإرهابي والذي شهدته الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد المقضي، ويخضعون حاليا لتلقي العلاج بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وقد أكد القائد العام خلال الزيارة إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية ماضون بكل قوة في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من مصر. أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن تطوير القطاع الطبي والارتقاء بالمهارات الخاصة للقائمين على العمل بتلك المنظومة يأتي في مقدمة اهتمامات القوات المسلحة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الدولي والذي ينظمه المركز الطبي العالمي تحت عنوان تطوير الرعاية الصحية والطريق نحو تحقيق سلامة المريض، حيث أشاد الفريق صدقي صبحي بالجهود التي تبذلها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة في دعم الخدمات العلاجية لأبناء الشعب المصري. كما أكد القائد العام حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إنشاء منظومة طبية متكاملة وفقا لأحدث النظم العالمية لتشمل جميع المحافظات في الجمهورية ولتقديم الدعم الطبي لجميع المواطنين. أكد الفريق محمود حجازي رئيس الأركان أن القيادة والإدارة الجيدة للموارد والأفراد هي السبيل الوحيد لأداء كافة المهام بدقة عالية، مشيرا إلى أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تفرض على القوات المسلحة الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية والفنية للأسلحة والمعدات. وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، حيث شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى المقاتل معيشيا ومعنويا، مطالبا رجال القوات المسلحة بمواصلة العطاء والتفاني في أداء عملهم والتمسك بالمبادئ العليا للعسكرية المصرية. يعقد مجلس جامعة الدول العربية الاثنين القادم دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب من دولة الكويت لبحث تطورات الأوضاع في سوريا خاصة بمدينة حلب. ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا غدا الخميس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس، وذلك بهدف بحث الأوضاع المأساوية في حلب، ذلك بناء على طلب قدم من دولة قطر وأيدته عدد من الدول العربية. كان 6 مدنيين قد قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل جراء سقوط عشرات القذائف على مناطق تخضع لسيطرة القوات الحكومية في القسم الغربي من مدينة حلب السورية. هذا وقد تجددت صباح اليوم الاشتباكات العنيفة والغارات وتبادل القصف في مدينة حلب بين قوات الجيش السوري وكذلك فصائل المعارضة المسلحة. وقد أعلن الجيش الروسي أن القوات السورية استأنفت المعارك في شرق حلب إثر شن مسلح الفصائل المعارضة هجمات خرقت الهدنة والتي أعلن عنها لإجلائهم وإجلاء المدنيين. وفي المقابل أعلنت المعارضة أن الجيش السوري هو من بادر بإطلاق قذائف على أحياء لا تزال تحت سيطرة الفصائل المسلحة.
ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق الدكتور إبراهيم زعير المحلل السياسي. دكتور إبراهيم، هناك تبادل اتهامات بين الجيش السوري والمعارضة السورية حول خرق الهدنة. برأيكم لماذا لم يكتب لهذه الهدنة الاستمرار كسابقات لها؟ وهل هناك أفق لأي تدخل دولي لإحياء الحديث عن وقف لإطلاق النار وإيصال مساعدات واجبة؟ يعني من الواضح المجموعات الإرهابية المتبقية في شرق حلب في بعض المناطق الضيقة جاءت لا أوامر ما عمليا معروف من أي جهة، وأعطتنا بأن لا تستسلم أو لا تساوي أوضاعها وأن لا تخرج من تلك المناطق، نظرا لأن الكثير من الدول الرعاية للإرهاب لا تريد إنها هذه المأساة، رغم أن الإرهابيين ضاق بهم الخناق في تلك المنطقة. لذلك أعتقد يعني الجيش العربي السوري ليس من مصلحتي إطلاق الرصاص أو الصواريخ أو القذائف على تلك المنطقة، العكس هو الصحيح. يعني ما تبقى منهم في تلك المنطقة هم الذين يطلقون القذائف باتجاه المناطق العاملة في غرب حلب وحتى المناطق التي حررها الجيش السوري. لذلك كان هناك اتفاق، يعني من الواضح تماما الاتهامات التي يفيدها الغرب ولا سيما في مؤتمر او الاجتماع الامم المتحده وغيره الذي يمكن الاتهام بالجيش العربي السوري، بينما الجيش السوري في وضع يعني جيد وفي وضع الذي يمكنه بطبيعه الحال ان يسمح لاولاء بالخروج من تلك المنطقه مع مساعد المدنيين وكل المساعدات. الجيش العربي السوري يعمل كل ما بوسعه لتسهيل هذه المساله، ولكن من يريد باستمرار هذا القتال ونسف الدم السوري نعم، وربما المواقف الغربية تحديدا لاختلاف الروسي الأمريكي يزيد الأمور صعوبة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم زعير المحلل السياسي السوري. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد فاصل الاقتصاد. في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي، سلمان يؤكد أن المملكة ستستمر في الأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي. أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. يصحبكم في هذه الجولة زميل حسام عاطف. حسام، شكرا لك ريهام وشكرا لك عمرو. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزارة الصناعة تطلق مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، وتعلن إنشاء وطرح أول مجمع صناعي بمدينة السادات. أهلا بكم من جديد. أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، وذلك لأول مرة في مصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة عن دعوة المستثمرين لإنشاء وطرح 296 مصنعا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بمساحات مختلفة تصل إلى 1000 متر مربع في مجالات الصناعات الهندسية أو الغذائية أو الدوائية. وأوضح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن هذا المجمع يمثل باكورة تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في كل من مدينتي بدر والسادات ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد، وتضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة للنهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج لتوفير الكثير من فرص العمل للشباب. فتحت
وزارة الإسكان اليوم باب الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعم في 21 محافظة. مساحة الوحدات تصل إلى 90 متر مربع وتتكون من 3 غرف وصالة يتم تسليمها خلال عام واحد. ويبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ و198 ألفا للوحدات التي تسلم خلال عام، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدا عند التعاقد. اعتمد وزير المالية عمرو الجرحي عددا من الإتاحات العاجلة بقيمة 5.9 مليار جنيه في شهر نوفمبر من 2016 لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين لديها. وقال الجرحي إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 2.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، وتشمل 1.224 مليار مليون جنيه لدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و476 مليون نقاط خبز عن شهر نوفمبر، بالإضافة إلى 1.250 مليار مليون جنيه دفعة استثنائية لدعم السلع التموينية. أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، أعلن أن الشهادات الجديدة الصادرة عن البنوك مؤخرا بنسبة فائدة 16% سنويا لمدة 3 أعوام وبفائدة 20% سنويا لمدة 18 شهرا جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفي بلغت بنحو 64 مليار جنيه. من جانبها قالت لبنى هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدي أيضا إنه في إطار مبادرات البنك المركزي لدفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة، فقد قامت البنوك خلال الفترة من أول يناير حتى آخر سبتمبر من 2016 بزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة أيضا بنحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو بنسبة 24% وزيادة عدد المنشآت الحاصلة على تسهيلات ائتمانية بنحو 15 ألف منشأة جديدة. أعلنت شركة سيمنز الألمانية عن نجاحها في تنفيذ أول محطتين من محطات المحولات والتي ستقوم بنقل الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من محطتي بني سويف والبرلس وربطهما بالشبكة القومية. وأوضحت الشركة أن محطات المحولات التي تم الانتهاء من تركيبها تأتي ضمن العقد الذي تم التوقيع عليه بين تحالف سيمنز وشركة سويدي إلكتريك لنظم القوى والشركة المصرية لنقل الكهرباء من أجل تصميم وتنفيذ وتوريد وتركيب 6 محطات محولات عالية الطراز بمدن المنيا والبحيرة والقليوبية وأسيوط وكفر الزيات. يذكر أن سيمنز تعمل خلال أو على زيادة قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2018 من خلال إضافة 16.4 جيجا وات للشبكة القومية عبر مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في مصر. ننتقل إلى البورصة المصرية التي وصلت مؤشراتها أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين. قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية أيضا. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 566.3 مليارا بعد تعاملات بقرابة 774.4 مليون جنيه. ومشاهدينا الكرام، من البورصة المصرية أنهينا وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة لأخبار السياسة مع ريهام معمر، تفضل. شكرا حسام.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن المملكة ستستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التعاون مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي. أيها الإخوة، مجال السياسة الخارجية سنستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام وما يفسح المجال لتحقيق التنمية. إلى الشأن المحلي، حيث أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التزام مصر بكافة معايير الأمان النووي العالمية، مشيرة إلى جاهزيتها للقيام بمهام الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي المصري وعلى رأسه محطة الضبعة النووية. وقد أعلنت الهيئة خلال الندوة التي عقدت بمقرها أن لديها خطط قومية لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، مؤكدا أن لديها الصلاحيات التي تمكنها من ضمان وسلامة الإنسان والممتلكات وكذلك البيئة. دور مهم تلعبه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث تتولى كافة الأعمال التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما ينتظرها دور أهم مع اقتراب حلم إنشاء محطة الضبعة النووية. الهيئة بها عدد من العلماء والخبراء الأفاضل المؤهلين للقيام بمهمة الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة النووية الإشعاعية، ومنها البرنامج النووي المصري. القانون حدد أن مراحل البرنامج النووي المصري بتبدأ باختيار الموقع، وخبراء الهيئة مع المختصين من هيئة المحطات النووية. الندوة التي عقدتها الهيئة برهنت على دورها المهم في مجابهة حالات الطوارئ النووية الإشعاعية وإجراءات تفعيلها من خلال خطط قومية للاستعداد الطبي وحوادث النقل وأساليب الاتصال الجماهيرية، كما أكدت الهيئة على التزام مصر بالمعايير العالمية للأمان النووي. احنا عندنا معايير قائمة بالفعل بتطبق متوافقة تماما مع معايير وكالة دولية للطاقة الذرية، وبنظر معايير أخرى مكملة تباعا طبقا لتطور العمل النووي في الدولة. يعني احنا ما كانش عندنا محطات نووية قبل كده، ان شاء الله هنخش قريبا في هذا المجال، فبالتالي في نوع اكبر واضخم من معايير مطلوب بنعده تباعا. المشروع ده هيقعد 7-8 أو 10 سنوات، وبالتالي النهاردة بنشتغل في المعايير خاصة بالموقع دي اصدرناها بالفعل، المعايير الخاصة بالتصميم للمحطة النووية دلوقتي داري اصدارها قريبا، والمعايير الخاصة بالتشغيل بعد كده هتيجي تباعا مع تسلسل الزمني لعمر المحطة النووية. وتتمتع الهيئة بصلاحيات تمكنها من ضمان أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة. مع اقتراب حلم إنشاء محطة الضبعة النووية، تستعد مصر بكل أجهزتها لمواكبة الحدث وتأكيد قدرتها على مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية. من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، محمود العزالي، النيل. نتحول إلى ساحات الرياضية المختلفة وأهم وآخر أخبارها. وأصحابنا في هذه الوقفة الرياضية الزميلة من الشيخ تفضل إيمان. شكرا لكم وتحية لكم مشاهدي.